فالضوء أول ما يوصل هيبعت الحشاشين. أول ما الحشاشين يوصلوا وتبدأ تراقب الناس هيقعوا في الغلط كده كده، محدش بيقدر يعيش من غير كلام. وساعتها أنا مستني عيالهم. وأنا تحت أمرك. ما تأمنش للضوء يزنهم، عشان كده كده في حد فيكوا هيخلص على التاني، ولو انت امنت له فاكيد هو اللي هيخلص عليك. ماله السرير ده؟ مش فاهمه. الوحي مش عايز يجي. وحي ايه اللي مش عايز يجي؟ انت تصدق نفسك ولا ايه؟ انا مش هصدق نفسي، مراتك هي اللي مصدقاني. ها هتسيبيني امشي؟ اروح اتخمد في حته تريح لي وارجع حلم لك ولا ايه؟ ماشي بس همشي معاك حرس. انا ما بحبش حد يخونني. لا بقول لك خلاص يا ري، سيبيه لما نشوف اخرتها ايه. هيروح فين يعني؟ حتى لو صاب الكفر هنجيبه. ده اخويا فعلا.